بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع تدارس أفعال الصلاة وتفهمها والتفكر فيها وفي أذكارها بهدف الوصول إلى الخشوع في الصلاة. توقفنا في ذلك مع تفسير سورة الفاتحة عند قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا عن الهداية والفوائد التي ذكرها المصنف حول ذلك المعنى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة نكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده من قوله تحت عنوان قوله تعالى: الصراط المستقيم. يقول: ثم سل نفسك ما الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم الذي أدعو به منذ أن وعيت وأدركت؟ وهل أعرف معناه مع علمك أنه صراط واحد ليس له ثان، لذا جاء معرفا بالألف واللام فليس هناك غيره؟ فهل تراك اهتديت إليه أم لا زلت بعيدا؟ لذلك عندما نتفهم معاني كلمات الفاتحة يزيدنا ذلك خشوعا في الصلاة. من هذه المعاني المهمة معرفة معنى الصراط. الصراط كما نعلم في لغة العرب بمعنى الطريق، الصراط بمعنى الطريق، والمستقيم لأنه أسرع في الوصول وأعون على الوصول إلى ما يريده الإنسان. كما يقولون: الخط المستقيم هو أقصر طريق بين أو أقصر طريق بين نقطتين، هو الخط المستقيم، خلافا للطريق المتعرج. ولذلك صراط الله عز وجل لا اعوجاج فيه، صراط الله عز وجل مستقيم، صراط الله عز وجل يوصلك إليه، يوصلك إلى مرضاته. وبقدر ثبات الإنسان واستقامته على هذا الصراط في الدنيا تكون استقامته ويكون سيره على الصراط الذي هو فوق النار يوم القيامة. يقول: فاعلم إن لم تعلم قبل اليوم أن الصراط المستقيم يتضمن 6 أمور. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم استحضر هذه الأمور 6: الأول معرفة الحق، الثاني قصده وإرادته، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولكن لا يريده، قلبه لا يميل إليه، لا يرغب في العمل به. لذلك إذا عرف الإنسان الحق تبقى مسألة أخرى مهمة، وهي إرادة الحق وقصده والرغبة فيه، وهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يدعو اهدنا الصراط المستقيم يدعو ابتداء أن يدله الله عز وجل وأن يرشده إلى الحق الذي هو الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. فإذا هداه إليه يسأل الله عز وجل أن يعينه على قصده وإرادته، والثالثة العمل به، لأن الإنسان قد يعرف شيئا ويريده ولكن يتكاسل عن العمل. ثم إذا عمل الإنسان بالحق يبقى أمر آخر وهو الثبات عليه، وهذه الرابعة. ثم إذا عمل عرف الإنسان الحق وأراده وعمل به وثبت عليه يحتاج أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله، اللي هي الخامسة الدعوة إليه. وأما السادسة عندما يقوم الإنسان بالدعوة فيتعرض للأذى فيحتاج للصبر على من على أذى من دعوته إليه، الصبر على أذى من دعوته أنت إليه،
يقول باستكمال هذه المراتب الستة يكون العبد قد هدي إلى الصراط المستقيم، وما نقص منها نقص من هدايته. وكل منا يشكو أنه لم يستكمل واحدة أو أكثر من هذه الست، فالعاصي لا يعرف الحق أو عرفه ولم يعمل به، العاصي لا يعرف الحق أو عرفه ولم يعمل به، والطائع إن أطاع يوما لم يداوم على طاعته، وإن داوم اكتفى بنفسه ولم يدعو غيره، وإن دعا غيره فابتلي نكص على عقبيه ولم يكمل. لذلك عندما نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم نسأل الله عز وجل أن يعرفنا الحق، ولذلك أنت تقول أرنا الحق حقا وإيه وارزقنا اتباعه، لأن الإنسان قد يرى الحق ولا يتبعه. إذا تعرف الحق، تقصد الحق وتريده، تعمل بالحق، بعد أن تعمل تثبت على الحق، ثم تدعو إلى الحق الذي عرفته وعملت به وثبت عليه، ثم تصبر على أذى الناس عندما تدعوهم إلى الله عز وجل. يقول لأول مرة أراجع نفسي في اقتفائي للصراط المستقيم من عدمه، وهذه نحتاجها، أن يراجع كل منا نفسه هل نحن استكملنا هذه الأركان الستة أم لا. يقول وأقف على ما لم أستكمله من أركانه الستة، وأعرف قدر نفسي وتقصيرها في حق الله، ثم أخرج من الصلاة وأنا حريص على إتمام الاستقامة على صراط الدنيا تمهيدا للاستقامة على صراط الآخرة والعبور عليه نحو الجنة. كما ذكرنا باستقامة الإنسان على الصراط في الدنيا الذي هو الإسلام الذي هو طاعة الله عز وجل تكون الاستقامة، وتكون سرعة السير على صراط الآخرة الذي هو منصوب فوق متن جهنم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط ينصب على متن جهنم، فيكون سير الناس عليه وسرعة الناس عليه بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم، بحسب طاعتهم، بل يكون حظ الناس من النور على هذا الصراط بحسب أعمالهم أيضا. والعمل المراد به الثبات على صراط الله عز وجل في الدنيا والعمل بطاعة الله عز وجل في الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم، ثم نوضح ونحدد هذا الصراط، ما صفاته ومن أهله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نحدد أكثر، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا بعض الأقوام وأن نتلبس بأعمالهم وأفعالهم وصفاتهم، فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فالخلق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وإيه ها صراط الذين أنعمت عليهم، ها إذا مغضوب عليهم وضالون. القسم الأول منعم عليهم بحصولها لهم واستمرارها، يعني بحصولها لهم واستمرارها، يعني منعم عليهم بحصول الهداية لهم واستمرارها. وتذكر هؤلاء في صلاتك، واستشعر الرابطة الروحية والصلة الأخوية بينك وبينهم، وتجول بقلبك بين جموع النعم، بين جموع المنعم عليهم. ففي ركعة من الركعات اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الخلفاء الراشد وحوله الخلفاء الراشدون، وفي ركعة اذكر أحمد بن حنبل وثباته على الحق، وفي ركعة ثالثة اذكر عبد الله بن المبارك وعلمه مع جهاده في سبيل الله، والربيع بن خثيم ووجله وبكاءه من خشية الله، وعمر ابن عبد العزيز وعدله وورعه، وفي ركعة رابعة أذكر رجالات القرن العشرين، فما أمتنا بعقيم بل أنجبت البنا وأحمد ياسين، نموذجين للذين أنعم الله عليهم من المعاصرين. نقول يعني نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وهناك بلا شك من الأئمة العظام الكبار كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم من الأئمة المعاصرين. وادعو الله أن يهديك سبيلهم وأن يزاحم كتفك أكتافهم في ساحة الحشر. يعني أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ يبقى تتذكر الآية: فأولئك مع من يطع الله ورسوله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. خير ما يفسر به القرآن، القرآن مع الذين أنعم الله عليهم من ها
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى كأنك عندما تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، تسأل الله أن تكون مع هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل استحضرنا هذا ونحن نصلي العشاء؟ بصراحة يعني لا، ما نستحضره. طب ليه؟ لماذا لا نستحضره؟ ابتداء لأننا لا نعلمه. تقول لا قد علمناه، أقول لأننا لا نتذاكره. فإن الإنسان إذا تذاكر الشيء وتكرر على فهمه وعقله وقلبه يسهل عليه استحضار. عشان كده لو تفتكروا في أول الكتاب قال لك مش هينفع، لا يصلح أن تقرأ الكتاب مرة، بل تحتاج لإيه؟ لتكرر. وفي آخر الكتاب أيضا ستجده يوصيك بذلك، يقول لك لا يصلح أن تقرأ الكتاب مرة واحدة وتظن أنك بذلك صرت من الخاشعين، بل نحتاج أن نكرر قراءة الكتاب مرة بعد مرة حتى تثبت المعاني وترسخ في القلب. فإذا رسخت المعاني في القلب ووقفت في الصلاة وجدت المعاني تنساب على قلبك وعلى لسانك وعلى عقلك وعلى مخيلتك، تستحضر هذه المعاني وأنت تصلي، فيعظم الأجر في الصلاة. عندما تقول صراط الذين أنعمت عليهم وتتدبر فيها كأنك تستحضر أنك تسأل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين. يقول والمراد بالنعمة النعمة التي لا يشوبها كدر ولا تكون عاقبتها السوء، فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة ولخيرات الآخرة التي لا تنفد وهي الأهم. ولاحظ أنه قال أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت يا الله عليهم، يعني لولا إنعام الله ما اهتدوا، ولولا فضل الله ما ثبتوا على الهداية. مما ينزع جذور الغرور من كل مراء بعمله ليرد الفضل إلى الله ويرجع خاشعا متواضعا. يعني الله سبحانه وتعالى لولا إنعامه على هؤلاء ما صاروا كذلك وما اهتدوا، فأنت أولى بذلك، أنت تحتاج إلى هذا الإنعام وهذا الفضل حتى تثبت على طريق هؤلاء. وانوي بإبراز ضمير مانح النعمة بدلا من قولك المنعم عليهم ذكر الله وشكره باللسان والقلب. يقصد إيه؟ يعني أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم ولا الذين أنعمت. شوف التاء دي، الضمير ده صراط الذين أنعمت، يبقى إبراز هذا الضمير فيه نوع من ذكر الله وشكره باللسان والقلب، ليكون هذا الدعاء مقترنا بالشكر والذكر. طب ما النعمة؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ما النعمة التي أنعم الله بها عليهم؟ ما نعمة الهداية، إيه كمان؟ الاستقامة، إيه كمان؟ ما هتنام ولا إيه؟ إيه النعمة؟ هل النعمة ملبس فاخر وقصر مشيد؟ هل النعمة زوجة حسناء جميلة وأبناء كثر؟ هل النعمة عمل مريح وراتب مغري؟ هل النعمة صحة وقوة ومنعة وسطوة؟ اسمعوا بماذا امتن الله على نبيه وأصحابه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن النعمة العظيمة النعمة الكبرى هي نعمة الإسلام، والتي ذكرها الشيخ هي نعم بلا شك، ولكن لا تساوي شيئا في مقابل نعمة الإسلام. ولو زالت كلها من على الإنسان واستمرت له نعمة الإسلام فقد حصل كل خير، وإن حصلها الإنسان بغير نعمة الإسلام لا تنفعه بشيء. ولذلك عندما ترى حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وأبياته 9، يعني واحد متزوج 9، يعني مثلا الزوجة دي ما فيش طبيخ عندها، ما فيش لحم عندها، يبقى ممكن الزوجة التانية، ما فيش عند التانية يبقى عند التالتة، ما فيش التالتة يبقى عند الرابعة، لكن 9 الأبيات 9 لا يوقد فيها نار. طب البيت الذي لا يوقد فيه نار معناه كيف يكون الطعام؟ طعام ايه يعني؟ قولوا. يبقى الطعام اللي هو من غير نار ايه؟ تخيل بقى كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يستمر عليه كم؟ شهران.
طب هل بالله هل نحن نمر بهذه الظروف؟ والله لا يحصل. طب أنت لو قلت لأولادك هذا الشهر ضيق علي في الرزق فسنأكل أرز فقط، يعني هو بس الشهر ده رز، والرز طبعا يوقد عليه النار، صح ولا لا؟ فما بالك والله لو قلت بقى رز وبطاطس ده كده أنت مرفه خالص. لكن عشان عايزين نوصل لحاجة مهمة جدا، إن المفروض يبقى أغلى حاجة في حياتنا ديننا، اللي هو أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا. يبقى لا يفرط الإنسان مهما كان في دينه، ولا يرضى أن يثلم دينه أبدا، ولا يرضى أن ينتقص دينه، وإن انتقص في ماله ورزقه لكن لا يرضى أن ينتقص إيه؟ دينه. بخلاف حال الناس اليوم، يقال له مثلا هتقعد معنا في الشغل ولا تحلق لحيتك؟ عندنا ما فيش حد بيشتغل بلحي، خدت بالك؟ يا ترى يثبت ولا يحلق؟ هتقعد معنا في الشغل ما بتقعدش تقول للناس صلوا، انت عايز تصلي صلي لوحدك، تقول للناس صلوا وتاخد لنا الناس ساعه الشغل وتوقف الشغل، لا مش هينفع كده. تستمر ولا هتمشي؟ اخد بالك؟ هتلاقي زوجتك بتخيرك بين طاعه لله ومعصيه لله، عايزني على كده ماشي، مش عايزني طلقني. هتختار الدين ولا هتختار المال والجمال؟ امور واحوال فعلا تغيرت كثيرا. يعني ما عاد الدين عند كثير من الناس أغلى ما لديه، بل صار الدين في أحوال كثيرة جدا أهون ما عند الناس، أول ما يضحى به، كحال قوم ركبوا سفينة فأوشكت السفينة على الغرق فقالوا نلقي الأشياء التي لا نفع فيها ولا فائدة منها، فصاروا يلقون مثلا الكنب والكراسي والحاجات اللي هي متقلة السفينة ومنهاش مش محتاجين، عشان السفينة ما إيه؟ قال لك نرمي الحاجات اللي ملهاش فايدة. وده حال بعض الناس عندما يوضع في الشدة والضائقة يبدأ يتخلى عما لا فائدة فيه، فيتخلى عن الدين، يتخلى عن صلاة الجماعة، يتخلى عن كذا، يتخلى عن كذا. وما كان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، كان الدين أغلى ما لديهم، يضحون بالحياة وبالروح وبالدم من أجل دينهم وليس من أجل قوتهم كما هو حال الناس. الدنيا تمر وتنقضي بأقل شيء، الدنيا تمر وتنقضي بأقل شيء من الطعام والشراب. وأدلل لك ذلك عندما تكون في سفر فتجد نفسك تتغير في الأطعمة والأشربة، ولكن تأكل أي شيء وما تيسر، وتمني نفسك بأنني أيام وإيه، أيام وإيه وسأعود، صح ولا مش صح؟ أو حتى المجند في الجيش بيصبر على أكل الجيش ولك أيام وحتعدي، ما هو ده حال الدنيا يا إخواني، هي الدنيا أيام وحتعدي. لذلك نذكر أنفسنا دوما بأن السعادة والهناء والنعم والإنعام الذي لا حصر لا ولا حد لا، إنما هو في الجنة وليس في الدنيا. تضخيم أمر الدنيا وأمر الشهوات في حياة المسلمين هو الذي أوصلهم، أو من ضمن الأسباب التي أوصلتهم إلى الحالة التي نحن عليها، إذ تحكم فينا أعداء الإسلام. أما المسلمون الأوائل فلم تكن الشهوات بهذا القدر عندهم، كان الدين في المرتبة الأولى، الشهوات أمرها يسير، وإلا كيف يصبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على شهرين لا يوقد في البيوت نار؟ بل كان إذا جاع ولم يجد ما يأكله ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. يتخيل كده جوع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أمس ركبت مع بعض السائقين سائق توك توك، فبدأ يفتح معي حوارات على الرئيس، قال لي احنا عايزين رئيس فقير يدخل الرئاسة فقير وأهله فقراء ويطلع من الرئاسة وهم فقراء، مش عايزين الرئيس يدخل فقير وأهله فقراء ويطلعوا بعد يبقى رئيس يبقى إيه؟ تبالك الناس خلاص يعني اتخنقت من السرقات ومن الغش ومن فعلا والله. ما يبقى رئيس الدولة مش لاقي ياكل وجعان لدرجة بيربط على بطنه الحجر، أي صفاء هذا وأي نقاء وأي طهارة؟ ده هو يعني ممكن يجوع الناس كلها بس هو يأكل، لا ده العكس، الناس تأكل وأنا إيه؟ سبحان الله، صلى الله على النبي محمد. بل يوم الخندق يربط على بطنه حجرين. أي نعمة والفاروق يقول، اسمع بقى الحديث اللي جاي ده بقى اللي يبكيك ده والله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع. طب دي من مننا وصل ليها؟ خالص ابدا. يعني الانسان ربما يجوع مثلا، يعني ممكن اقول لك اكتر مره جعت فيها امتى؟
تقول لي في رمضان ان انا ما ايه مثلا او اتسحر بس بيجوع وخلاص. لكن تخيل لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي، عايزك تقعد تفكر فيها دي، يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل اللي هو رديء التمر ما يملأ به بطنه. وانظر للبطون الآن كيف تملأ. ونحن لا نحرم الطيبات، ولكن لا تكون هي الهم، لا تكون هي التي تحول بيننا وبين الطاعة ونترك طاعة الله من أجلها ونعصي الله من أجلها. لا، ليس هذا حال المسلم أبدا. أي نعمة وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين، بل وقبض ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. خبز الشعير لا يؤكل هذه الأيام. الشعير أنت تعرفه الذي يوضع للفرس ولغيره، لا يأكله الناس في هذه الأيام. في ناس دلوقتي تأكل شعير ولا حتى في القرى دلوقتي بقى خبز القمح وحتى كمان القمح نفسه الحاجات دي بيبدأ يخش مش عارف استخراج مش عارف كم في المية وطحن ومش عارف يعني حاجات كتيرة قوي. ما بالك بقى الشعير اللي هم كانوا بيأكلوه، كانوا يعملوه كده يطحنوه وينفخوا اللي ايه القشر بس اللي يأكلوه كده بحاله، اللي هو لا يؤكل الآن. هذا الذي لا يؤكل الآن ما شبع آل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. ودلوقتي الناس بترمي الخبز في القمامة في الزبالة، وانتوا عارفين العربيات اللي عمالة تلف عيش بايت للبيع وعيش مكسر. يعني في خير وفي نعم كثيرة، ولكن الناس لا تشكر نعمة الله ولا تعظم نعمة الله، بل ترى دوما النقص وترى دوما القلة، ولذلك تجدهم دوما في هذه الشكوى مستمرين. أي نعمة إذن هي المقصودة؟ إنها النعمة الحقيقية يا أتباع النبي الخاتم، نعمة الطاعة، نعمة القرب من الله، نعمة الفوز في الآخرة. إذن إذا حصلت لك نعمة الطاعة وحصلت لك نعمة الهداية فاحمد الله، وما سواها من النعم يأتي ويذهب ويجيء وليس الأمر متعلقا عليها. يقول: وما ينفع الغني ماله إذا كانت العاقبة سقر. ماذا يستفيد الغني من المال لو كانت العاقبة سقر؟ لا يفيده أبدا. وما تجديه عزته وسطوته إذا كان مصيره جهنم. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، وهم الذين أنعم الله عليه وهم المسلمون. القسم الثاني المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هؤلاء عارفون بالهداية علما منسلخون منها عملا، قد عرفوها ولم يعملوا بها، ولذا غضب الله عليهم وأخرجهم من رحمته. يبقى المغضوب عليهم اللي هم اليهود، هناك حديث صحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. حديث صحيح. يبقى تحديد اليهود مغضوب عليهم، يعني أولى الناس بالغضب هم اليهود، ولكن كل من فعل مثلهم ينال هذا الوصف وهذه التي تخيف. ليه؟ الإنسان عندما يتعلم شيئا ولا يعمل به، يعلم الحق ولا يتبعه، فيخشى غضب الله. يعني ممكن الواحد مننا يدخل تحت المغضوب عليهم، وما المانع؟ ليه؟ لأنهم ليسوا طائفة فحسب. اصحى معي، ليسوا طائفة وانتهى الأمر، وإنما المغضوب عليهم كل من اتصف بصفاتهم دخل تحت هذا المسمى. واضح؟ إيه بقى صفة المغضوب عليهم؟ إيه؟ يعلمون ولا إيه؟ ولا يعملون. يعلمون، عشان كده غضب، يعني إيه؟ صاروا مغضوبا عليهم. وهذا يذكرك بآيات سورة النور في الملاعنة بين الرجل والمرأة. الرجل عندما يرمي امرأته بالزنا وليس له، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن إيه؟ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طب ليه غضب الله عليها؟ لأنها تعلم الحق وتخفيه، تعلم الحق لأنها وقعت في الزنا وهو رآها وهو يلاعنها. فإن كانت كذلك وهي تعلم وتتهرب من الاعتراف
فهي تستحق غضب الله لأنها علمت الحق وإيه وأخفته. في حال في الحالة الأخرى الآية التي بعدها الآيات اللي بعدها إيه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الإيه إن كان من الكاذبين، أن لعنة الله عليه إن كان. شوف استحقاق اللعن واستحقاق الغضب، ليه هنا الآية قالت غضب وليه هنا الآية قالت لعن؟ لأن الإنسان الذي يعلم الحق ولا يتبعه يصير مغضوبا عليه، والإنسان الذي يعمل بغير علم والعياذ بالله تعالى يكون ضالا. يقول وقد جاءت الصيغة عامة ليدخل مع غضب الله غضب الملائكة والأنبياء والمؤمنين، فهؤلاء ملعونون بكل لغة ومن الجميع، لأن الآية بتقول إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ما قالتش غير من غضب الله عليهم وإنما قالت المغضوب. مغضوب من من؟ يبقى من الله، من الملائكة، من الأنبياء، من الناس. يبقى إذا جاءت بهذه الصيغة تشمل كل هؤلاء، فهؤلاء ملعونون بكل لغة ومن الجميع. وهنا كذلك مزج بين مقام الخوف ومقام الرجاء، خشية أن يستغرقك مقام الإنعام فتذهل عن المقام الآخر. المزج ده في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بعد أن سألت أن تكون مع المنعم عليهم تستعيذ بالله وتسأل الله عز وجل ألا تكون مع المغضوب عليهم، يبقى أنت تخشى، يعني تأمل وتخشى أيضا. يقول القسم الثالث الضالون، وهم حائدون عن الهداية. حائدون يعني بعيدون، حائرون لا يهتدون إليها سبيلا، لم يعطوا عليكم السلام هذه الهداية ولم يوفقوا إليها. فادعوا الله في صلاتك أن يهديك صراط الذين أنعم عليهم، لا صراط من عرف الحق ورفض اتباعه، أو صراط من ضل الطريق وتاه فلم ير الحق ابتداء ولم يوفق للعمل به انتهاء. ويذهب ابن القيم محللا فيقول صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. من إيه؟ من صحة الفهم وحسن القصد، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، يعني يقوم الإسلام على صحة الفهم وحسن القصد، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم. مغضوب عليهم فسد قصدهم لأنهم عرفوا الحق ومع ذلك ما اتبعوه، فنواياهم خبيثة فسد قصدهم. وطريق الضالين فسدت فهمهم لأنهم ما عرفوا الحق ابتداء. يبقى بحسن القصد وصحة الفهم يأمن العبد طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وتأمل ما في إسناد فعل الإنعام إلى ضمير الجلالة من إشادة بشأن المنعم عليهم ورفعة المنعم عليهم ورفعة قدرهم، خلافا لغيرهم من المغضوب عليهم والضالين. يعني عندما تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم ما قلتش إيه، أو الآية ما فيهاش إيه غير من غضبت عليهم وأضللتهم، إنما تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى هذا في نوع من الإشادة بالمنعم عليهم ورفعة قدرهم في نسبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما المغضوب عليهم والضالون فيذكرون بهذه الصورة. وفيه أيضا نوع أدب مع الله، وفيه أيضا أدب مع الله، حيث نسب الإنعام والهداية إلى الله، وأما الغضب فحذف فاعله أدبا وأسند الضلال إلى البعيد أو إلى العبيد، استغفر الله، كقوله تعالى مثلا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن عندما تكلموا عن الشر قالوا أريد، من الفاعل؟ من المريد؟ الله، ولكن لم ينسبوا الشر إلى الله تأدبا. أما في الخير والرشد قالوا أو أراد بهم ربهم، وهذا من أدب الجن مع الله عز وجل. مثال ثالث قول إبراهيم عليه السلام
الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. عند المرض قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى إيه؟ إلى نفسه، مع أن الذي يمرضه هو الله، لكن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا نفس المعنى الموجود هنا. طب أنت تقف وقفة عندما تقرأ هذه الآية لتراجع نفسك، هل في الإنسان صفة من صفات المغضوب عليهم؟ هل يعلم الحق ويعرض عنه ويتكبر عليه؟ هل يعبد الله عز وجل بجهل فلا يعرف الحق ابتداء؟ يحتاج كل منا أن يراجع نفسه عندما يقرأ هذه الآية المباركة. وبعد ذلك تقول آمين، يقول ثم اشرع في التأمين آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله وطابعا عليه، وأصغ لتأمين الملائكة معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تؤمن مع تأمين المصلين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من وافق قوله قول الملائكة؟ فيها قولان للعلماء. القول الأول أن من وافق قوله قول الملائكة أي عندما يؤمنون يؤمن في نفس الوقت، يبقى الموافقة الظاهرة، يعني يكون التأمين تأمين العبد مع تأمين الإيه؟ الملائكة. القول الثاني من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي في الإخلاص، لأن الملائكة يؤمنون لله بإخلاص، يؤمنون في الصلاة ويدعون مع كمال وتمام الإخلاص، فمن كان كذلك حاضر القلب بهذه الصورة حصل هذه الفائدة وهذه الثمرة، وهي مغفرة ما تقدم من ذنبه. وهذا التأمين حسدتنا عليه اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يعني إيه ما الأولانية ويعني إيه ما التانية؟ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين؟ ما الأولانية يعني نفي، يعني لم تحسدكم اليهود على شيء. التانية أيوة مثل ما حسدتكم على السلام والتأمين، مثل حسدهم على السلام والتأمين، ليه ما والفعل في مصدر المؤول. يحسدوننا على التأمين، فكيف يكون حسدهم على الصلاة؟ وكيف يكون حال الذين لا يصلون؟ يعني لا يعرف قدر الصلاة بلا شك. ثم ينتقل إلى ركن الركوع، يقول ثم ارفع اليدين عند النزول للركوع تعظيما لأمر الله. يعني أنت عندما تريد الركوع ترفع يديك مع التكبير، وهذه سنة ثابتة عن كثير من الصحابة، يبقى ترفع يديك عند الركوع تعظيما لأمر الله، وكمان ولتمكين اليدين من المشاركة في التكبير الذي هو في انتقالات المصلي من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر. التكبير شعار الصلاة وزينة الصلاة، كما أن التلبية شعار الإيه؟ الحج. ثم اهبط له أي لله راكعا، والركوع خضوع بظاهر الجسد، ولذلك كانت العرب تأنف منه ولا تفعله، حتى روي أن حكيم بن حزام بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخر إلا قائما، أي لا يركع لله، يعني كأنه يريد بذلك أنه كان لا يريد الركوع. فلما أخبر بأن الإسلام فيه الصلاة والصلاة فيها الركوع والركوع لا يكون إلا لله، فهم هذا المعنى فاستجاب. فانزل برأسك استكانة لهيبة الله وتذللا لعزته، وهو ما تعبر عنه حركة جوارحك حين تحني له صلبك وتخفض له قامتك وتنكس هامتك يعني رأسك، وتكبره معظما له ناطقا بتسبيحه مقترنا بتعظيمه. لذا إن شئت سميت الركوع ركن الخضوع للعظمة. يعني نجد معاني التعظيم تظهر في الفعل وتظهر في القول، تظهر في الفعل لأنك تنحني لله سبحانه وتعالى، وتظهر في القول لأنك تقول سبحان ربي العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب،
ففي الركوع خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع اللسان على أتم الأحوال. وانشد كمال العبودية، يعني أطلب، وانشد كمال العبودية في الركوع بأن تتصاغر وتتضاءل لربك، بحيث يمحو تصاغرك لربك كل تعظيم في قلبك لنفسك أو للخلق، ويثبت مكانه تعظيمك لله وحده الذي لا شريك له. عندما يركع العبد لله يتضاعف ويتصاغر لله سبحانه وتعالى، فيخرج كل تعظيم للمخلوقين من القلب ويجعل مكانه تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكلما استولى على قلبك تعظيم الرب وقوي، خرج منه تعظيم المخلوق وتصاغرت لديك نفسك. فالركوع في الحقيقة ركوع القلب، وإنما الجوارح أتباع له وجنود كسائر أعمال الجوارح، لأن عمل الجوارح في الأصل عمل من أعمال القلوب. الإنسان إذا ركع بجسده فينبغي أن يكون قلبه كذلك خاضعا لله سبحانه وتعالى، وليس الركوع بالجسد فحسب. يقول: مفتاح الخضوع أذكار الركوع، واحفظ أذكار الركوع عن ظهر قلب، لأنها نعمة المعين لك على استحضار عظمة الرب الجليل والخضوع له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع كإطالته للقيام تماما. احنا مش هنقول تماما، يعني قريبا من قيامه كما في الحديث الصحيح، فيرفع من الركوع ويقوم بين الركوع والسجود قياما قريبا من القيام وليس مساويا للقيام، لأنه صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الأذكار في تأن يكون ركوعه صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه، وقيامه بعد الركوع قريبا من ركوعه، وهكذا. يقول: يكرر هذه الأذكار في تأن وتدبر، وقد اخترت لك منها أربعة أدعية تضاف إلى سبحان ربي العظيم. نحن ماذا نقول في الركوع؟ أدعية الركوع، كثير من المسلمين لا يحفظ إلا سبحان ربي العظيم، وهناك أدعية كثيرة موجودة عندكم في الكتاب الذي أوصينا به، اللي هو تدبر 10 دروس في تدبر أقوال الصلاة. يشرح المؤلف في هذا الكتاب معظم الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولذلك الإنسان عندما ينوع يكون هذا أدعى للخشوع. عندما تنوع في الأدعية هذا يكون فيه نوع من استحضار القلب، من حضور القلب، لأن الإنسان الذي تعود على ذكر واحد تجده يقوله بغير إيه؟ بغير قلب، بغير خشوع. أما أن يتدرب على أن يحفظ كل مرة دعاء جديدا فهذا يتسبب في حضور الإيه؟ معنا ولا برة؟ هذا يكون أعون له على حضور القلب. وأنتم جربوا ذلك، وقلنا عندكم ورقة في آخر الكتاب، مش عارف قطعتوها ولا لا، لسه ما تقطعتش؟ لا، عايزين نقطعها ونحطها في جبنة، دي تتقطع، تقطع وتوضع في الجيب لتحفظ قبل رمضان، ماشي؟ حتى يسهل علينا قراءة الأدعية هذه الجديدة قبل رمضان. هتلاقي تجد المصنف أتى لك بالكثير من الأدعية التي ربما لا نحفظها، فحفظ هذه الأدعية يكون معينا لك على الخشوع. ثم ذكر عدة أدعية وذكر معانيها. الدعاء الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان من التسبيح، يعني أنزهك يا رب من كل العيوب والنقائص. سبحان من التسبيح، يعني أنزهك من كل العيوب والنقائص التي لا تليق بك. وقد تكلمنا قبل ذلك أيضا أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن النقص في الكمال، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن النقص في الكمال، بمعنى صفة الحياة مثلا لك تليق بك وبنقصك وعجزك، وأما صفة الحياة لله على ما يليق بكماله وجلاله، فحياته لا نقص فيها. يعني أنا عندما أقول سبحان فأنزه الله عز وجل عن الموت، وأنزه الله عز وجل عن النقص في الحياة الذي يليق به، يبقى أنزهه عن النقص ابتداء اللي هو الموت، وأنزهه عن النقص في الكمال اللي هو الكمال البشري. فهمتوها؟ مش فاهمين؟ فاهم؟ قول لا ما تتكسفش. تاني، لما نقول سبحان، سبحان هذه تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزه الله عن إيه؟ عن النقص. المدة نقص ولا كمال؟
نقص، يبقى أنا أنزه الله عن الموت. طيب ضد الموت إيه؟ الحياة. أنت حي ولا مش عارف؟ طيب والله حي. إيه الفرق بين حياتك وحياة الله؟ حياة الله كاملة لا نقص فيها، لكن أنت حياتك فيها إيه؟ نقص، تمرض، ها، تنام، تموت، لم تكن شيئا منذ سنين مثلا، كنت عدم ونحو ذلك. أما حياة الله فلا نقص فيها. يبقى أنا لما أقول سبحان يبقى أنزه الله عز وجل عن النقص اللي هو الموت، وعن النقص في الكمال، يعني كماله صفة الكمال اللي ليه ما فيهاش نقص، حياته ما يعتريهاش موت ولا مرض ولا، فهمت؟ سبحان ذي الجبروت، ذي يعني صاحب، والجبروت من الجبر بمعنى القهر والغلبة، فيقسم الجبارين والمتكبرين، يقسم الجبارين والمتكبرين، أو بمعنى جبر الكسر، جبر الكسر، فيرحم المظلومين ويجبر خواطر المكروبين. زي ما واحد يقول لك كده الله يجبرك، يعني يجبرك، يعني يجبر كسرك ونقصك ويعينك ويرزقك، أخذ بالك، ويحميك. يبقى الجبر تأتي في حق الجبارين، وتأتي في حق أيضا الضعفاء المنكسرين، أو بمعنى ثالث، أو بمعنى العلو، فلا تناله الأفكار ولا تصل إلى كنهه يعني حقيقته العقول، كنهه يعني حقيقته، لا تناله الأفكار، يعني الإنسان مهما فكر في الله وصفات الله لا يستطيع أن يصل إلى الصفات على الحقيقة، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. سبحان ذي الجبروت، يبقى يعني إيه الجبروت؟ حنامه. الجبروت يعني إيه؟ قلنا في حق الإيه؟ الظالمين، يبقى قسم، يقسم الجبارين والظالمين. في حق الضعفاء والمظلومين يجبر كسرهم وينصرهم ويؤيدهم، أو بمعنى العلو، يعني لا تناله الأفكار ولا تدرك وصفه أو حقيقته العقول. سبحان ذي الجبروت وإيه؟ والملكوت. ها، الملكوت من الإيه؟ من الملك. الملك ده ظاهر وغائب. الملك الظاهر زي السماء والأرض والشمس والقمر إلى آخره، والغائب زي الكرسي والعرش والجنة إلى آخره، هو سبحانه وتعالى يملك ذلك كله. سبحان ذي الجبروت وإيه؟ والملكوت وإيه؟ والكبرياء. يعني الكبرياء يعني من أسماء الله المتكبر. مين يقول لي يعني إيه المتكبر؟ متكبر يعني إيه؟ ماشي، يعني متكبر؟ بص في الكتاب، مش موجودة في الكتاب، مش من أسماء الله المتكبر؟ ما هو يا آية، لا، من أسماء الله المتكبر ولا لا؟ جميل. وانتوا تعرفوا الله؟ تعرفون الله؟ نعم. طب واحد ما يعرفش اسم ربنا؟ اسم ربنا المتكبر يعني ايه؟ مستغني عن الخلق. طب احنا مش قلنا قبل كده محتاجين نقرأ معاني أسماء الله الحسنى؟ مش قلنا ده واجب مهم عشان نعيش معاني أسماء الله الحسنى؟ يقول الكبرياء هو الترفع عن الانقياد، يعني لا ينقاد لأحد، لأن الذي ينقاد لغيره يبقى للغير ده إيه؟ أقوى منه، يبقى هو تابع، وهذه لا تكون لله لأنه خالق سبحانه وتعالى، لا أقوى منه ولا أعظم منه، وهي صفة مذمومة في حق البشر. يعني إيه صفة مذمومة في حق البشر؟ الترفع عن الانقياد. مش كل انقياد مذموم، يعني عندما تنقاد لمن أتاك بالحق يبقى الانقياد ده إيه؟ ممدوح، محمود. أما الانقياد اللي هو التقليد الأعمى ده اللي الإيه؟ ده اللي يذم. ماشي كده؟ عشان تاخدوا بالكم، هو صفة مذمومة في حق البشر، لكنها صفة مدح في حق الرب سبحانه، وهو نابع، يعني هذا الوصف، من كمال الذات وكمال الوجود، لذا فهو سبحانه المتفرد بالكبرياء وحده، فقد قال سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي قصمته. ولذا لا يسمح الله لأحد من خلقي أن يشاركه ولو ذرة في هذا الكبرياء، بل وحرم عليه أن يدخل الجنة عقوبة مغلظة لمن كان في قلبه ولو مثقال ذرة من الإيه؟ من الكبر. اسم المتكبر له خمس معان، اسم المتكبر له خمس معان. المعنى الأول المتنزه عن كل سوء وشر،
المتكبر أي المتنزه عن كل سوء وشر. المعنى الثاني المتكبر على عتاة خلقه، يبقى الأولاني المتنزه عن كل سوء وشر، الثاني المتكبر على عتاة خلقه. عين تاء ألف تاء مربوطة، عتاة من الإيه؟ عتاة يعني إيه عتاة؟ اللي هو الأقوياء الظالمين يعني. المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم إذا نازعوه العظمة فيقصمهم، يعني إذا أراد بعض العباد أن يتكبر على الناس ويتعاظم على الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى، وليس الأمر أنه يرشدهم إلى الحق فيمتنعون، وإنما هو يريد أن يتكبر على العباد فيقسمه الله عز وجل. المعنى الثالث المتكبر عن ظلم عباده فلا يظلم أحدا. الحمد لله لكم الصلاة. المتكبر عن ظلم عباده فلا يظلم أحدا. المتكبر عن ظلم عباده، اكتب المتكبر عن ظلم عباده فلا يظلم أحدا. الرابع المتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله في الكتاب. المتكبر باخذ من الاخ، المتكبر يعني المتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله، يبقى صفاتك غير صفات الله سبحانه وتعالى، له الكمال سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات. المتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله. المعنى الأخير الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. الذكر الثاني تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت، في تقديم بك إشارة إلى التخصيص، يعني تخصيص الله عز وجل بذلك، يعني آمنت بك لا بغيرك. ولك أسلمت نفس المعنى، أي ذللت وانقدت، يبقى انقيادك واستسلامك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. خلي بالكم من الكلام، لأن احنا عارفين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا خرج الإنسان من الصلاة ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فمن ضمن الأسباب أنه لم يفهم ما يقول، لأنه عندما يقول لك أسلمت يعني انقدت يعني استسلمت، إذن فينبغي أن يظهر ذلك على السلوك، إذا جاءه أمر من الأوامر أو نهي من النواهي يظهر ذلك في الامتثال والاجتناب. خشع لك سمعي، خشع يعني خضع وتواضع وسكن. طب يعني إيه خشع السمع؟ يقول فلا يسمع إلا ما يرضيك. سبحان الله، يبقى الإنسان لو فهم لا خشع لك سمعي، يبقى ما ينفعش يقول خشع لك سمعي ويخرج إلى الشارع فيسمع ما حرم الله، لأنك كأنك تخبر عن حال، إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا. الإنسان الذي يقول خشع لك سمعي ويخرج فيسمع الحرام، يبقى ماذا قلت في الصلاة؟ يقول أشياء ولا إيه؟ ولا يفعل. كيف ذلك؟ تناقض. وده اللي وقع المسلمين للأسف، المسلمين كتير منهم ما هوش فاهمين هما بيقولوا إيه، فيبقى بيقول حاجة ويطلع برة إيه؟ يخالفها. يعني لا أسمع إلا ما يرضيك، فلا أسمع لغوا ولا غيبة ولا فاحش قول أو غناء. خشع لك سمعي وبصري، يبقى لا يخو يعني لا ينظر إلى الإيه؟ إلى الحرام. خشع لك سمعي وبصري، طب ليه دول بالذات السمع والبصر؟ ليه تخصيص السمع والبصر من بين الحواس؟ لأن أكثر الآفات والشواغل والملهيات منهما، فإذا خشعتا قلت الوساوس، ثم يأتي كمال الخشوع والخضوع في ظهور أثره على المخ والعظم والعصب وكل خلية في الجسد. ولعل هذا الحديث فيه إعجاز نبوي، لعل العلماء يعني يستنبطوا ويستنتجوا، أنا ما قرأت فيه، ولكن الارتباط بين هذه الأعضاء والمخ والعصب لعل فيه معنى من هذه المعاني.
يقول: واحذر أن يخالف حالك خارج الصلاة قولك داخلها، فتتمرد على الله ولا تخضع لأوامره ونواهيه، وإياك أن تظل مصرا على مخالفة أمر من أوامره صغيرا كان أو كبيرا، وإن توالت منك المخالفات والخروقات فما كان معنى ترديدك في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أنسيت بعد الصلاة ما عاهدت الله عليه فيها؟ أم ظننت الخضوع كلمة تلوكها الألسنة دون أن تعرف طريقها إلى العمل؟ ألا تستطيع أن تكون رجلا على مستوى الكلمة التي وعدت الله بها؟ أما حان لك أن تعلن خضوع كل عباداتك ومعاملاتك وأخلاقك لشرع الله؟ أكنت تكذب على ربك وأنت بين يديه؟ أم كنت تردد ما لا تفهم معناه؟ لو كنت أجنبيا لا تفهم العربية لكان لك بعض العذر. يعني لو إنسان أجنبي يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، هو لا يفهم، قد نقول هو إيه؟ معذور. أما الذي يفهم فكيف يعذر؟ نقول: فكيف والقرآن نزل بلسانك؟ لذا كان كتاب الله في حقك حجتين اثنتين لا حجة واحدة، مرة لأنه خطاب ربك، ومرة ثانية لأنه أنزله بلغتك. ثم ينصح الشيخ فيقول: أيها الراكعون، راجعوا ركوعكم قبل أن ترفعوا رؤوسكم. أيها الراكعون، أحنيتم ظهوركم ونسيتم قلوبكم؟ أحنيتم ظهوركم ونسيتم قلوبكم، يعني خضوع القلب. يا من ركع وما ركع لأنه ما خضع، وتاه عن طريق الهداية وما رجع، أنقذ نفسك. الكون كله والخلائق بأسرها خضعت ولم يبق إلا أنتم أيها البشر، فمتى تتأدبون وتقدرون الله قدره وتخشعون؟ يقول: لأول مرة أعرض حصائد سمعي وبصري ومخي على قلبي، وأحاسب نفسي على كل ما دخل سمعي، هل هو مما يرضي الرب سبحانه؟ وهل صنت بصري من صور العري التي عمت حولي وطغت وأعيت؟ وهل قطعت على الشيطان طريقه وأحبطت محاولات إفساده من البداية حين حميت مخي من التفكير في الحرام والشغف بالحرام والتخطيط للحرام؟ فإن معرفة الداء أولى خطوات العلاج. ثم يوجه نصيحة لمن يخالف فعله قوله، فيقول: يا من لم ترتدي الحجاب أو ارتديتيه دون أن تتأدبي بآدابه وتراعي قدسيته، فتزينت للرجال وتعطرت لتلفتي الأنظار، هل خضعت لله؟ بعض النساء ربما تلبس حجابا متبرجا، تضع بعض الأشياء اللافتة حتى على الجلباب الأسود، تحط ترتر وتحط مش عارف إيه، وتحط هنا على الكم إيه، وتحط على العباية إيه، تاخد بالك، وتحط ورا مش عارف ايه، بحس يبقى ماشي عاملة ايه، تاخد بالك، ايوة، لفت نظر، تبقى عاملة نوع من لفت النظر، اي حد ماشي لازم يبص. يبقى ايه الحجاب؟ الحجاب اصلا للستر وليس للايه، للشهرة، تاخد بالك. ولذلك تختار اللون الذي يناسبها ولكن بغير جذب، لذلك اللون الاسود، لون البني، الازرق، الكحلي، هذه الألوان لا مانع، وليس هناك دليل على تحديد الأسود في الشرع، بل وردت أحاديث في البخاري بغير الأسود، ولكن تبعد عن البهرجة والتزين. ممكن تكون حتى لابسة نقاب وحتى مش عارف إيه عند عينيها وحتى مش عارف إيه، حتى النقاب عملوا عليه رسوم، يعني أنا شفت نقاب في بعض المحلات مرسوم هنا كده رسوم. طب يعني اللي حط على وشها رسوم دي يعني تقول للناس إيه؟ أين الخضوع لله سبحانه وتعالى؟ ما أنت يا محجبة يا متبرجة، لكن حتة من هنا على حتة من هنا تقين الله. لذلك المرأة تسأل نفسها سؤالا يحل هذا الإشكال: لماذا ارتديت الحجاب؟ لو كان لله فليكن وفق شرعه، انتهى. لو كان لأمر آخر خلاص أنت وما شئت. لو كان لله فالله لا يرضى مثل هذا اللباس المتبرج، فلتتقي الله عز وجل فالله سيحاسبك عليه. يا من تلوث ماله بالربا وجنى منه ما يسميه بالفوائد وهي المضار، هل خضعت لله؟ يا من أطلق العنان لبصره
وأرخى الزمام لشهوته وتتبع خطى هواه وقتفى أثر الشيطان، هل خضعت لله؟ يا من كنز ماله فما أخرج زكاته وبخل عن نفسه فما جاد بالصدقة، هل خضعت لرب المال ورازقه؟ يا من ساء خلقه وآذى جيرانه وأقرانه حتى هجروه واجتنبوه وما كلموه، هل خضعت لله؟ وهذه كلنا تقريبا يشتكي منها سوء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقرب الناس إليه يوم القيامة أحسنهم إيه؟ خلقا. وأخبر أن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج والعياذ بالله تعالى، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فهل نطبق هذه المعاني علينا؟ هل تريد أن تكون فعلا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بعض الناس وبعض الإخوة للأسف له سلوكيات هو يظن أنها صواب وهي خطأ. ربما مثلا يعاملك فإذا أخطأت مرة في حقه خلاص يمسح كل ما رأى منك من إحسان ويستمسك بهذا الخطأ، كل إحسانك يلغى بسبب خطأ واحد، هذا ما يكون. بعض الناس ربما يجد كل الناس تبغضه ولا تحبه ولا تستطيع أن تعامله وهو مقتنع أنه هو الصواب وكل الناس على خطأ، كيف ذلك؟ لما يبقى إنسان في مسجد ومعظم أهل المسجد واخدين منه موقف، ده لازم يراجع نفسه، لأن صعب أن يكون كل دول إيه؟ صعب أن يكون كل دول إيه؟ على الخطأ وهو الإيه؟ لابد من مراجعة ولابد من أن نتدارس معاني حسن الخلق، لأن الإنسان يشهد للإسلام شهادة قولية ويبقى له أن يشهد شهادة عملية، ولربما البعض صد الناس عن الإسلام وعن دين الله بسبب سوء خلقه وسوء فعله عياذا بالله من ذلك. بذلك نكون قد يعني ذكرنا معاني دعائين، وأترك لكم الدعائين الآخرين تقرؤون أنتم المعاني. ثم يقول القيام من الركوع حتى ننتهي من الركوع، ثم انتقل إلى مقام الاعتدال والاستواء، رافعا يديك واقفا في خدمة ربك وبين يديه. تعبير الخدمة هذا لم يرد في السنة، وإنما ورد عن في كلام بعض السلف، والأفضل منه أن نقول في عبادة الله وليس الخدمة، لأن هذا التعبير ربما يوحي بأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى فعل العبد، أما العبادة فهو التعبير الشرعي. انتقل إلى مقام الاعتدال والاستواء رافعا يديك واقفا في خدمة ربك وبين في طاعة ربك وبين يديه كما كنت في حالة القراءة، واستبشر بقولك سمع الله لمن حمده. سمع يعني إيه؟ سمع يعني سمع، لا سمع يعني استجاب. وما تقول استجاب يبقى هي اشتملت على معنى سمع، لأن الله عز وجل سميع بصير. سمع سمع قبول وإجابة، ثم احمد الله على ما حرم منه غيرك كما فعلت في الفاتحة. ولهذا الاعتدال طعم خاص وحال يتذوقه القلب غير طعم الركوع وحاله، غير طعم الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. يعني عندما تقوم من الركوع هذا ركن لو قصر فيه الإنسان جدا فلم يكن بمقام ولو تسبيحة فصلته باطلة. عندما تركع ثم تقول سمع الله لمن حمده يجب أن تقف حتى تطمئن واقفة، لو زالت هذه الطمأنينة تفسد الصلاة كلها. ولذلك لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، يقوم من الركوع أو راكعه يقوم كده ويروح إيه ناط التاني كده للسجود، ما تنفعش الصلاة دي، لابد من الوقوف حتى الإيه الاطمئنان، ده ركن. ثم أحمد يقول ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد، ويقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يذكر بعد ذلك معاني هذا الدعاء المهم، تقرؤونها إن شاء الله في البيت. وبذلك نكون قد انتهينا
من ركن الركوع، ونتهيأ إن شاء الله للسجود الذي هو من أعظم أركان الصلاة، نتعرف على معانيه ونتعرف على معاني الأذكار التي تقال فيه لنحقق فيه الخشوع إن شاء الله. وهذا إن شاء الله ما يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العابدين الخاشعين، وأن يرزقنا الخشوع في صلاتنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.